بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد بدأنا نتكلم عن محبة الإنسان للإنسان ولسائر الأغيار كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. قلنا إننا نقرأ في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تبين أن الله عز وجل غرس في قلوب الناس محبة كثير من ما عدا الله سبحانه وتعالى من الأغيار، كلمة عامة، وذلك من مثل قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والخيل المسومة والأنعام والحرث، إلى آخر الآية. نعم. ومن مثل قول الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، والمراد بالخير المال. ومن مثل قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى آخر ما هنالك. وفي الوقت ذاته ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نطهر قلوبنا من محبة الأغيار. فما هو سبيل التنسيق بين ما قضى به الله عز وجل من محبة الإنسان لكثير من الأغيار وما دعا إليه من الترفع عن محبة الأغيار؟ يعني القرآن يدعونا إلى أن نطهر قلوبنا من محبة ما سوى الله، وفي الوقت ذاته نجد أن القرآن يخبرنا بأن الله عز وجل غرس في أفئدة الناس محبة الآباء للأولاد، والأب للأولاد، الآباء والزوج للزوجة، والزوجة للزوج، إلى آخر ما ذكرنا. بدأنا بالإجابة عن هذا السؤال وأدركنا الوقت. قلنا إن الإنسان مستخلف عن الله عز وجل فوق هذه الأرض، يعني هو خليفة عن الله عز وجل في إقامة موازين العدل التي كلفه الله عز وجل بإقامتها. ولا أعيد معنى الخلافة التي ذكرتها في آخر الدرس الماضي، هذا الشيء أصبح واضح. ومع ذلك الإخوة اللي معهم الكتب التي، يعني هذا الكلام مذكور في أكثر من كتاب أوضحته، والإمام الغزالي ذكره وكثيرون ذكروه، فلا نعيد. طيب، رب العالمين استخلف الإنسان في عمارة الأرض وإقامة موازين العدل في العلاقة السارية بين الناس بعضهم مع بعض. نهوض الإنسان، قيام الإنسان بهذه الوظيفة التي استخلفه الله عز وجل عليها، قيامه بهذه الوظيفة يحتاج إلى أدوات، إلى وسائل لابد أن تكون بين يديه ليستعين بها للقيام بهذه الوظيفة. يعني لكي ينهض الإنسان بهذه الخلافة التي شرحناها في الدرس الماضي، في آخر الدرس الماضي، ينبغي أن يتمتع
بالعقل والرشد والإدراك، وينبغي أن يتمتع بالعلم بكثير من مكنونات الأرض وما فيها، وينبغي أن يتمتع بأنواع من القدرة والقوة لكي يستعملها في النهوض بالوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها، وينبغي أن يشعر بذاتيته بالأنا الموجودة في كيانه، من أجل أيضا أن يكون ذلك عونا للنهوض بهذه المهمة، وينبغي أن يشعر بالرغبة في الامتلاك. عندما يشعر بأنانيته بذاتيته، نعم، يأتي دور شعوره بحاجته إلى الامتلاك، امتلاك الأشياء التي هو بحاجة إليها. فهذه الأمور لا بد للإنسان منها لكي ينهض بالخلافة بعمارة الأرض التي أشار إليها بيان الله عز وجل عندما قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طيب، هذا كلام واضح. طيب، إذن أنا بحاجة إلى أن أتعامل مع هذه المسخرات التي من حولي، بعد أن أكرمني الله عز وجل بالعقل والإدراك وكيفية استخدامها، وبعد أن متعني الله عز وجل بالعلم أيضا بكيفية استخراج كنوز الأرض وخيراتها ومدخراتها، وبعد أن بينني لي الله عز وجل كيفية بناء الأسرة التي هي خلية المجتمع، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان بحاجة إذن إلى أن يستعمل هذه المواد، هذه الآلات، من أجل النهوض بالوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليه. حسنا، لكي يستعمل الإنسان هذه الأدوات، لكي يستعمل ذخر الأرض، خيرات الأرض، لكي يزرع، لكي يفلح، هذا من جملة المهام التي أقامه الله عز وجل عليها، ينبغي أن يمد بين نفسه وبين الآخرين شبكة العلاقات التعاونية، لكن على أساس من العدل. طيب، هذا التعاون في سبيل ماذا؟ في سبيل إقامة الحياة الاجتماعية، وهذا لا يكون إلا بالاستعانة بخيرات الأرض، إما زراعة أو فلاحة أو تجارة أو بناء إلى آخر ما هنالك. لكي يستعمل الإنسان هذه الأدوات لا بد من أن يرغب فيها، إذا مو موجود عنده الرغبة راح يعرض عنها. الإنسان الذي لا يتمتع بأي رغبة في أن ينظر إلى الأرض ليفلحها، لا يتمتع بأي رغبة في أن يزرعها، نعم، لا يتمتع بأي رغبة في أن يستعمل ذخر الأرض، الذهب، الفضة، المعادن، في بناء المجتمع، في النهوض بالوظيفة التي أقامه الله فيها، إذا ما كان الإنسان عنده رغبة في هذه الأمور ما راح يشتغل فيها، راح يزهد فيها ويعرض عنها ويتركها، أليس كذلك؟ إذن كان لابد من أن يجعل الله عز وجل في قلب الإنسان رغبة في الحصول على المال، رغبة في استخراج كنوز الأرض، في استخراج خيرات الأرض، رغبة في أن يفلح، ثم أن يزرع، ثم أن يتعاهد ما زرع، ثم أن يجني ثمرات زرعه، ثم أن يتاجر في هذا الذي زرعه لكي يكون هذا قسمة بينه وبين إخوانه في الإنسانية. أقصد أنه ما دام الباري عز وجل جعل الإنسان خليفة
لبناء المجتمع الإنساني العادل فوق هذه الأرض، إذن لابد من آليات يستخدمها. طيب، لابد من وجود آليات. الآليات شو هي؟ معادن الأرض، خيرات الأرض، نعم، نباتات الأرض، الذهب، الفضة، باعتبارها قيما للمنافع. المنافع منين تجي؟ عن طريق القيم، كما قال الإمام الغزالي: ما الذي جعل الإنسان يتبع الذهب والفضة أينما وجد؟ المنفعة. كيف المنفعة؟ الإنسان بحاجة إلى طعام يأكله، بحاجة إلى كساء يرتديه، بحاجة إلى بيت يؤويه، هذه المنافع. طيب، هذه المنافع كيف يعني يحصل عليها؟ عن طريق التعاون بينه وبين إخوانه. كي يتعاون مع إخوانه في جلب هذه المنافع، ينبغي أن يكون هنالك نعم شيء مقابل لهذه المنافع، حتى نعلم كم يعني مدد، كم قدمت لي من العون وكم قدمت لك من العون. لا أظلمك ولا تظلمني. كيف نعلم ذلك؟ نعلم ذلك بمقياس. ما هو المقياس؟ النقد. نعم، النقد. فهذا النقد هو مقياس المنفعة. أعطيك هذا النقد بالقدر الذي نفعتني، وتعطيني هذا النقد بالقدر الذي نفعتك، ثم إن هذا النقد أيضا أجعله نعم وسيلة لمنفعة أخرى. هذا الكلام يذكره الإمام الغزالي في الإحياء بشكل مفصل ودقيق، ولو أنك قرأته وأنت لا تعلم من القائل لظننت أن القائل رجل من علماء الاقتصاد في هذا العصر. نعم. طيب، إذن ربنا الحكيم أودع في قلب الإنسان، لا أقول حب، رغبة، رغبة في أن يجمع هذه المدخرات، وأن يجمع النقود، وأن يبني الدار، وأن ينسج الثياب ويحوكها، وأن يزرع وأن يفلح، من أجل أن تكون هذه الوسائل أدوات لما أقامه الله عز وجل عليه فوق هذه الأرض، وهو بناء المجتمع الذي يتفيأ ظلال العدالة الإلهية، العدالة التي وضعنا الباري عز وجل أمام موازينها وهو القرآن. فمن هنا اقتضت حكمة الباري عز وجل أن يغرس في قلب الإنسان الرغبة في المال، الرغبة في الأرض، الرغبة في البناء، الرغبة في التجارة، في الزراعة، الرغبة في الزواج، الرغبة في بناء الأسرة، لأن بناء الأسرة هو السبيل لاستمرار المجتمع. نعم، هذا شيء عرفناه. طيب، هذه الرغبة ألا تتعارض أو تزاحم محبة الله عز وجل في القلب؟ هنا سؤال محوري. أنا غرس الباري عز وجل في قلبي رغبة جمع المال، والحكمة عرفتها من أجل أن أستعين بها للقيام بما كلفني به الله عز وجل. طيب، هذه الرغبة ألا تتعارض أو ألا تزاحم محبة الله في قلبي؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة: أولا، نحن نخاطب في هذا من سبق أن آمن بالله، عرف الله وعرف صفات الخالق عز وجل، عرف أنه هو المحسن الأوحد، وعرف أنه هو الرزاق، وهو المعطي، وهو الموجد، وهو الذي سخر لنا ما سخره من خيرات الأرض وذخرها وما إلى ذلك، هو الذي أخضعها لنا. هذا هو الذي نخاطبه. يعني لا نخاطب في هذا الصدد إنسان ملحد، ما في فايدة من مكالمته. طيب، نحن ولله الحمد جميعا مؤمنون بالله،
ومؤمنون بصفات الله ومؤمنون بوحدانية الله، يعني المعطي هو الله والرزاق هو الله، والذي أكرمنا بذخر الأرض وخيرات الأرض هو الله عز وجل، والذي نعم أكرمني بالنقدين الذهب والفضة قيم المنافع، والذي أكرمني بما أكرمني به وسخر لي الأنعام وسخر لي هذه الأشياء كلها هو الله عز وجل. طيب إذا عرفت ذلك فإن الرغبة التي أودعها الله عز وجل في قلبي لمقومات الحياة لمقومات المجتمع ولأسباب المجتمع لن تزاحم محبة الله، لن تزاحمها. كيف؟ سأجمع المال أكيد، ولا سوف أشعر بالرغبة في جمع المال، ولكنني أعلم أن الذي أعطاني هذا المال هو الله، والذي جعل المال وسيلة لبناء المجتمع من؟ هو الله عز وجل. أكيد أتجه إلى الأرض، أرغب في أن أمتلك الأرض بموجب شعوري بالأنانية، وحاول أنه ما حدا نعم يغتصب مني أرضي ممتلكاتي، يعني طريق القناة شعور بالأنا الموجود عند الإنسان. طيب لكنني وأنا وقد عرفت الله عز وجل، من الذي جعل لي الأرض كما قلنا في الدرس الماضي مهدا؟ من الذي جعلها قرارا؟ من الذي جعلها مهيئة لتعطيني ما تعطيني من الثمار والمزروعات والخيرات؟ هو الله عز وجل. فأنت عندما ترغب في أن تمتلك أرضا وتأتي فتفلحها ثم تزرعها ترى الله عز وجل من خلال ذلك. نعم، تحب من سخر لك هذه الأرض، تحب من سخر لك ما في تجاويف الأرض من معادن وخيرات وطاقات وما إلى ذلك، لأنك وقد عرفت الله عز وجل تعلم أنك أمام مائدة الله. نعم، الباري عز وجل قال لك قم بهذه الوظيفة اللي بدي كلفك فيها. طيب هاي الوظيفة بدي روح اشتغل ايه محط احتاج الى يعني؟ قال نعم، كل ما تريده موفور لك، كل ما تريده موفور لك، نعم، من الوسائل التي لا بد منها. وانظر فأجد فعلا ان الله وفر لي كل ذلك. لما بعرف انه الباري وفر لي ذلك، الحب الحقيقي لم يبدا يكون للاصل. للاصل واحد، ولله المثل الاعلى، رئيس الدوله ارسله الى بلده لمهمه. طيب هذا الانسان الذي ارسل الى تلك البلده للمهمه يحتاج الى مال، يحتاج الى مكان ينزل فيه، فندق، يحتاج إلى وسائل، يحتاج إلى أمن، يحتاج إلى أدوات تنقله من مكان إلى مكان. ذهب فوجد أن كل ما يحتاج إليه موفور، المكان الذي يأويه ينتظره، كل ما يحتاج إليه موجود فيه، كل أسباب الرفاهية كله موجود. طيب أداة النقل موجودة كمان مشان حتى يتنقل من مكان إلى مكان، إلى المال يتبعه ويلحقه كل ما. هذا الإنسان عندما يجد أن رئيسه وقد أرسله إلى هذا المكان وفر له كل شيء، يطلع بلاقي هذا الطعام موفور هون والبيت والفندق وما إلى ذلك، كلما رأى شيئا من هذا الذي أرسله ذلك الرئيس له يزداد حبا لمن؟ لرئيسه، ولله المثل الأعلى. فالباري أرسلنا إلى هذه الأرض وقال لنا أنتم مكلفون بإقامة موازين العدل التي وضعتها بين أيديكم، أكيد أنتم تحتاجون إلى وسائل. نعم، دعكم من هذه الوسائل، لا ترهقوا أنفسكم فيها، كلهم أمن، كلهم يسر. أم بطلع بلاقي الماء النمير أمامي، الطعام الوفير، مو بس الطعام الذي أحتاج إليه،
لإقامة أودي، لإقامة حياتي، لا كمان للطرف، الفاكهة وأنواعها، الأطعمة والأشربة وأنواعها. وأنظر فأجد أن الباري عز وجل سخر لي الحيوانات المختلفة، شيء مشان أكلها، شيء مشان أركبها، شيء مشان نعم. وأنظر فوجد أن الباري عز وجل هالأرض جعلها مخزن وكنز لكل ما أحتاج إليه، وقال لي بس أنت قوم بالواجب، قوم بالواجب اللي بدك، أشوف شلون وفرت لك كل شيء. وبتطلع على كياني، أعطاني العقل، أعطاني العلم، والعلم صفة من صفاته، أكرمني ببعض الفيضات من صفاته، أعطاني القدرة، القدرة من عنده، وأعطاني شعور بالذات، شعور بالأنا. بواسطة هذا الشعور بمتلك الأشياء وما بخلي حدا يغتصبها مني. أنا إلي ممتلكاتي، أنت إلك ممتلكاتك، لا تعتدي علي، ما بعتدي عليك. منين بتجي؟ من شعور الذات، من شعور الإنسان بذاته. وقت بشعر بهذا الشيء بقول لا إله إلا الله، ربي بعثني إلى هذه الأرض من أجلي أن أقوم بمهامي، والأدوات سبقتني، وكل ما أحتاج إلى الباري عز وجل سبقني إليه. صحيح أنا في عندي رغبة لهذه الأشياء، لكن هذه الرغبة التي في كياني فرع عن محبتي الله عز وجل. فهي الخلاصة أن محبة الإنسان أو رغبته في هذه المدخرات وفي هذه الخيرات، في هذه الوسائل لإقامة المجتمع، ليس من شأنها أن تزاحم محبة الله عز وجل بالنسبة لمن عرف الله، وبالنسبة لمن عرف صفات الله سبحانه وتعالى. قال طيب هلأ الزوج لما يتزوج يتجه قلبه إلى محبة زوجته، والزوجة أيضا يتجه قلبها إلى محبة زوجها، ألا يزاحم هذا محبة الله عز وجل؟ إذا لاحظنا الشيء الذي قلته الآن، لا تزاحم أبدا. الشاب الذي عرف الله عز وجل، عرف الله أنه هو المعطي، هو الكريم، جواد، نعم، هو الذي نعم يمتن عليك ويحسن إليك بكل أنواع الإحسان، عرفت هذا. طيب أمام الباري عز وجل أكرمك بزوجة ملأت فراغ قلبك، حققت حلمك، رأسا تدرك أنه مين اللي أعطاك الشيء؟ ربك. بالوقت اللي أنت عم تشوف هذه الفتاة التي أحببتها أضعاف ذلك من الحب، لم يصير لهالإله، لهالإله اللي متعك، بيصور بيقول خلينا بالأول نشكر الله، خلينا نصلي ركعتين نشكر ربنا عز وجل اللي ألف بيننا وجمع بيننا، ما هيك؟ كذلك هو الزوجة. نعم، الأب بالنسبة للأولاد، والأولاد بالنسبة للأب، وهكذا. فإذا النتيجة التي ينبغي أن نعلمها أن محبة الإنسان لهذه الخيرات التي هي أدوات لبناء المجتمع، أدوات يعني أجهزة نعم، التي متعك الله عز وجل بها، ما ينبغي أقولها عبارة دقيقة، ما ينبغي أن تزاحم محبة الله. هلا إذا الواحد كان غافل أكيد بتزاحم محبة رب العالمين لما يكون غافل، لكن لما بيكون دائما صاحي، دائما ذاكر الله عز وجل، كل نعمة تأتيه يعلم أنها رسائل حب آتية من عند الله عز وجل، خلاص نعم، بيجمع بين أمرين، بيرغب بالشيء اللي بعته ربي إلي، الله بعته كيف ما بدي استعمله، نعم أرغب بما أعطانيه الله عز وجل. لكن في الوقت ذاته جذور الحب وجزع الحب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم، وبعبارة أخرى نقول الإنسان ما ينبغي أن يحب مع الله، مع الله أحدا، لكن له بل ينبغي أن يحب في الله كل شيء، يحب في سبيل الله. يعني مثلا عندما يحب الرجل أولاده
يحب الزوج زوجته، هذه المحبة تقوده إلى محبة الله عز وجل. هذا ما اسمه حب مع الله، يعني ما اسمه حب منافس لحب الله، وإنما اسمه حب في الله سبحانه وتعالى. نعم، الحب الحقيقي لمن؟ لله عز وجل. نعم، لا الولد ولا الأب ولا الزوج ولا الزوج، الحب الحقيقي لمن أحسن إليك، لمن أعطاك، نعم، لمن أنعم عليك، لمن أكرمك، هذه حقيقة. نعم، في يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول: دخلت على ابنتي، كانت له ابنة وابن، وكل واحد منهم أحسن من الثاني، وكلاهما من الربانيين الصالحين، يعني الفانين بمحبة الله، بنته وابنه اسمه علي. يقول: دخلت على ابنتي كانت مريضة، عدتها، قال: وإني لجالس عندها، أقبل إلي أحد أولادي عمره 3 سنوات، أقبل إلي فقبلته وضممته إلي، فقالت لابنتي: سألتك بالله أتحبه؟ قلت: إيه والله يا ابنتي أحبه. فقالت: وسوءتاه لك من الله غدا، ظننت أنك لا تحب مع الله أحدا. فقلت: يا ابنتي ألا تحبون الأولاد؟ فقالت: الحب لله والرحمة للأولاد. الحب لله والرحمة للأولاد، كلمة دقيقة، يعني الحب الحقيقي الحقيقي لواحد ما في غيره، لكن الولد الذي أعطانيه الله عز وجل أعطاني وأعطاني معه الرحمة له بالوقت اللي رزقني هالولد، شو حط بقلبي؟ الرحمة له والحنان له. وكثيرا ما يلتبس على الإنسان الحب بالرحمة والحنان. فقالت له: خلي حبك لله وخلي رحمتك وحنانك لأولادك. وهي بنته، هي واحدة من أولاده. نعم، فهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها، هكذا ينبغي، لكن ينبغي أن نعود فنقول: هذه الصفات التي متعنا الله بها، الأدوات خطيرة جدا. يعني ربي عز وجل أرسلنا إلى هذه الأرض وقال: هاي ميزان العدالة، تفضلوا أقيموا مجتمعكم على هذا الأساس من العدالة، عملوا علاقات بينكم على هذا الأساس، وأنا ما بكلفكم، ما بجبركم مثل الحيوانات باختيار تعملوا بينات بعضكم البعض، بتقودوا بعضكم البعض، تحكموا بينات بعضكم بشرعي بديني بحسب موازين العدالة. وهي أنا متعتكم بالأدوات. شو الأدوات؟ العقل، العلم، القدرة، الشعور بالأنانية، الممتلكات، هذه هي التي سماها بيان الله في القرآن. شو سماها؟ الأمانة، وأنبأنا عن خطورتها لما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الباري حملوا إياها، حملها، نعم حملها. ليش خطيرة هذه الأدوات؟ إذا ما كان في إيمان كامل بالله وما كان في شعور بعبودية الإنسان لله عز وجل، تهلك هذه الأدوات. العلم بطغي، القدرة بطغي، الشعور الأنانية بتشوف الاستكبار، الممتلكات بتخليه يسكر في الأدوات. نعم، هذه الأمور خطيرة فعلا، كما قال الباري سبحانه وتعالى: هي أماني، أماني استودعها الله عز وجل لدينا من أجل أن نستعملها في بناء المجتمع على النحو الذي طلبه الباري عز وجل منا. طيب، هذه الأماني الخطيرة الخطيرة جدا، ما الذي يقدرنا على أن نذللها
ولا تذللنا. ما الذي يجعلنا نستطيع أن نسخرها لما يرضي الله ولا تسخرنا لشهواتنا؟ معرفة الله والإكثار من ذكر الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، باختصار محبة العبد للرب عز وجل، هي التي تكبح جماح هذه الأشياء، هذه الأمور الخطيرة. نعم، هذا الكلام له تتمة، لكن نحن وعدنا أن لا نطيل هذه الدروس، نختصر ونوقف عند هذا الحجم. عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وربنا بقضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك بهذا الشهر المبارك، ونسألك بهذا اليوم الأغر، ونسألك بصيام الصائمين وقيام القائمين يا ذا الجلال والإكرام، وتهجد المتهجدين، نسألك بذلك كله، ونسألك بذل عبوديتنا لك ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، أن تستجيب دعاءنا. اجعل بلدتنا المباركة هذه يا ربي مقلوءة بعين عنايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. رزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل يا ربي حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن، واختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وإذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك يا ذا الجلال والإكرام، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن هلأ بحاجة للدنيا، لذلك في رغبة فيها، لكن هلأ لما بدنا نرحل ما بدنا